خضوعها للمعايير من حيث إخراجها ومن حيث النصوص. ضيفنا الكريم الليلة سنناقش معه أهمية أو ضرورة الاختصاص في هذا المجال، حالة الدراما، واقعها، لماذا ظلت راكدة مع أنها زاد عمرها تقريبا على أكثر من 15 سنة، لماذا بعد أن عرفت موريتانيا تجارب مسرحية ناجحة تراجع هذا الأداء، ونتساءل هل تراجع الأداء أصلا، وهل عرف تقدم ولا تأخر واقعه من خلال تجربة ضيفنا الكريم اللي نشرفه باستضافته ليلة مشاهدينا الكرام، الأستاذ محمد مليدوم مدير مهرجان النواكشوط الدولي للفيلم القصير القتال. مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. ضيفا كريما على برنامج سهرة رمضانية الخيمة. الشرف. مرحبا بك. نتقرب الحين شوي لا عن ياك ناقش المواضيع طبعا زين القعدة بشكل مختصر في الفسحة. مرحبا بك مرة أخرى الفسحة أستاذ محمد. أستاذ محمد، لا نبدو في البداية، أنتم رضا طيلة محمد مخرج، عندكم تجربة زي ما قال الواقع، واقع دراما او سينما لنقول او المسرح حتى، يعني سناتي على الكل، لان حتى من غير المختصين انه يقحمون انفسهم في مجال المسرح احرابي مخرج تخصص، تكلمنا عنك انت بالنسبه لك اصلا كنت تنتمي لاسره موريتانيه معروفه للمجتمع الموريتاني تقبل الانجاد المسرح، تقبل الانجاد والانتاج السينمائي بصفه عامه، ما هو المستوى اللي لا يشجعه على النهوض من الاختصاصات اللي تزاحم عليها الناس؟ وطبعا انتم اختصاص في الترجمه، علاش تتوجه على اي اساس توجهت للاخراج؟ شنو المغريات، شنو الاهداف من وراء تخصصك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافه الكريمه. في البداية أتفق معك على أن مشكلة المسرح الموريتاني والسينما والفنون الجميلة بشكل عام هي مشكلة مجتمع بالدرجة الأولى، لأن لم نعرف هذه الأشياء قبل الآن. وأستحضر الآن مقولة لصديقي المخرج الدكتور أحمد حبيبي يصف هذه الفنون بالفنون سيئة السمعة في المجتمعات التقليدية، وهي فعلا سيئة السمعة. لكن الشباب الموريتاني لم يكن أبدا مقتنعا أنه عليه أن يظل مكتوف الأيدي في مواجهة المجتمع، لأن هذه الفنون سيئة السمعة، ولأن المجتمع يرفضها، لأن المسرح كما يطلق عليه أبو الفنون، ولأن المسرح هو شكسبير يقول أعطيني مسرحا أعطيك شعبا ناضجا. المسرح يصنع الشعوب ويصنع الرأي العام ويوجه ويوعي ويحسس. دونك المسرح والسينما والفنون بشكل عام رغم المجتمع كان يرفض، أعتقد أنه الآن بدأ يفتح الذراع، خصوصا المجتمع الموريتاني التقليدي، المجتمع الموريتاني الذي الشاعر بطبعه الذي يرفض ما سوى ثقافة الشعر، بدأ يفتح ذراعيه للفنون العامة بشكل عام والمسرح والسينما بشكل خاص أعتقد. طيب، بالمناسبة مشاهدينا الكرام، كما أسلفنا أيضا الأستاذ محمد مليدوم هو شاعر ولديه حتى إنتاج شعر، لديه ديوان، لديكم ديوان بعنوان أشياء أعتقد، وسنأتي على هذا الموضوع من هذه الناحية. ذكرتم مسألة مهمة جدا، هي المجتمعات التقليدية دائما لا تستسيغ العمل المسرحي، حتى لنأخذ مثالا من الوطن العربي، مصر التي تتميز الآن بأنها كانت أم الدراما في العالم العربي، وما تزال كان الممثل بالنسبة لهم يسمونه المصورات، الإنسان الذي يصور مشخصات مشخصات في بدايات، ورغم أن مصر الآن قطعت مراحل كبيرة في هذا المجال، حتى موريتانيا في مراحل معينة من التاريخ الموريتاني هناك مسرحيات عرضت في الخارج، أعتقد في السبعينات إذا كان لها صدى قوي جدا، وكان لها صدى لدى شعوب تفهم. إذا دعنا نتكلم عن نطرح السؤال أولا، هل مرة المسرح كوليد كوافد جديد على المجتمع الموريتاني، هل مر بانتكاسه؟ هو تاريخ المسرح الموريتاني تاريخ انتكاسات معروف، لان منذ الجيل الاول الذي قرر ان يواجه، ان ينزع القناع وان يقول
أن يخترق على خشبة المسرح. كانت هناك أجيال تمر وأجيال تذهب وتعود أجيال بعدها، ولم يكن المجتمع يتقبل هذا الفن. بذلك وذلك يتضح أن جميع الأجيال تحترق زمنا ثم تفترق إلى أشياء أخرى، لأنها لا ترى تواصل إلى خيارات من المجتمع ولا من الدولة ولا من شيء آخر. ذلك كان هو تاريخ انتكاسات، لكنه رغم ذلك كان تاريخ إنجازات. يعني على خشبة المسرح في دار الشباب الجديدة وفي الأندية وفي الثانويات في نواكشوط وفي بعض المدن الأخرى حقق الشباب الموريتاني لنقول حضورا مسرحيا كان متميزا، ذهب حتى إلى الخارج إلى دول عربية ودول إفريقية، شارك الشباب الموريتاني بمسرحيات في السبعينات وفي بداية الثمانينات، كانت بقمة المتعة والإثارة رغم أنهم ليسوا متخصصين. لكنها كانت فقط مجموعة ومضات في ليل داجن ثم تختفي. أتفق معك، كانت تجارب. إذا دعني أسألك، أعيد السؤال الذي طرحته في البداية، تحاول أجبت عليه ضمنيا حينما قلت بأن الشباب الموريتاني رفض الخضوع لهذا الواقع وهكذا جيل بعد جيل. لماذا اخترت أنت يعني أعتقد بدايات 2002؟ لماذا اخترت هذا المجال رغم أنه مجال شبه محكوم عليه بالفشل بالمجتمع؟ ببساطة أنا دائما مؤمن بالأشياء الغير تقليدية. عندما تخرجت من جامعة مكشوط قسم الترجمة لم تكن هذا الترجمة تستهويني بدرجة كبيرة. كان عندي مجموعة من الشباب كنا نشترك مجموعة من الأفكار. أهم المجتمع يجب أن يصدم لكي يتجاوز مجموعة من الأفكار التقليدية. لذلك أسسنا جمعية التواصل سنة 2000. جمعية التواصل كانت إحدى الجمعيات المسرحية التي قدمت عروضا مسرحية قوية. الشباب وشبابها ظل يحترق وظل على خشبة مسرح في دار الشباب الجديدة، وظل يؤمن رغم أن الكل ضده أن بالمسرح تبنى الشعوب، وأن لا بلد بدون مسرح، لا يوجد بلد بالعالم لا ليس به مسرح. والمثقفين والباحثين عندما يريدون استكشاف بلد ما يذهبون إلى قاعة مسرح، ماذا إذا كان هذا البلد لا يحتوي على مسرح؟ كانت هذه الفكرة تسكننا ودافعنا عنها. أنا بعد ذلك انحرفت إلى السينما لأنني رأيت استمرارية للصورة التي كنت أؤمن بها على المستوى الشعري، حملتها معي إلى السينما. لكن المسرح ظل يسكنني، وأصدقائي الذين واصلوا في المسرح وما زالوا حتى الآن في اتحاد مسرحيين موريتاني، بجمعية مسرحيين، في التواصل وفي أندية أخرى، ما زالوا يقدمون مسرحيات على خشبة مسرح، ومسرحيات في داخل البلاد ومسرحيات أيضا في الخارج. كان آخرها مشاركة شباب مسرحيين وبنات، لأقول بنات بين قوسين لأن مشاركة ثلاث بتيات مع ممثل كبير بنور المويدة في تونس كانت صرخة، وكانت بالنسبة لي أرضت غورا بداخلي، أن هناك فتيات موريتانيات سافرن إلى تونس ليمثلن المسرح الموريتاني وليقدمن مسرحية بالفصحى أمام جمهور عربي يتذوق المسرح، وجمهور تونسي وجمهور مسرحي بدرجة كبيرة وجمهور فني. عندما نقدم أمامه افتحنا الفرصة لتقديم مسرحية، طبعا كانت من تأليفي، إذا كانت هذه المسرحية قدمت أمام جمهور بهذا الحجم من طرف فتيات موريتانيات والمخرج تقي عبد الحي هو الذي أخرج هذه المسرحية، يجعلني فخورا بالمسرح الموريتاني إلى حد كبير. طيب، هل تعتقد بأن المخرج المسرحي إذا أراد أن يجرب دوره بالإخراج السينمائي والتلفزيوني هل يحكم على نفسه بالفشل؟ أعتقد أنهم تجارب مختلفة. المسرح والسينما فناني يشتركان في كثير، خصوصا في الأداء الشخصي الممثل، لكنهم فنيين مختلفين بشكل كبير. المسرح فن يقدم على خشبة المسرح أمام الجمهور وجها لوجه، الممثل يخاطب جمهور مباشرة، بينما الممثل السينمائي هو يخاطب كاميرا ويمكن أن يعيد ويمكن أن يعيد ويمكن أن يعيد اللقطة أكثر من مرة حتى تكتمل. إذا السينما والمسرح يلتقيان في أكثر من مجال لكنهما يفترقان. هل من المفروض أسف على المقاطعة ستكون سأقاطعك لكن من أجل أن نستثمر الوقت أحسن، هل من الخطأ أن يولد العمل السينمائي والتلفزيوني من رحم المسرح؟ ليس أبدا، الممثلين المسرحيين هم دائما المنبع أو المورد الذي يستورد من السينما والتلفزيون وجوهه بشكل كبير. المسرح يصدر ممثلين ويصدر وجوه ويصدر النجوم إلى السينما وإلى التلفزيون بشكل كبير. طيب، لننتقل إلى مرحلة أخرى إلى مستوى آخر عفوا، هو بالنسبة للمسرحيين أو لمن حاولوا أن يقيموا مسرح في موريتانيا، طبعا بغض النظر عن من هو المسؤول عن فشل المسرح التلفزيون الثقافي إلى آخره، لكن هؤلاء بدل أن يقدموا عمل درامي، يعني بدوا يقدموا ما متعارف عليه بسكتشات. هذه السكتشات ظهرت أعتقد في التسعينيات وبدأت تصبح هي العمل. هل هذا يعني أنهم سلكوا الطريق السهل من أجل أن يقدموا عملا لا يستحق
وهل شارك هذا في هل هو نوع من التمظهر للمأساة النفس اللي عانى من المسرح؟ سننطلق من فكرة واضحة أن التلفزيون مسؤوليته هي إرضاء الجمهور بما يريد أو فلسفة الجمهور عايز كده. التلفزيون بشكل عام الجمهور يريد هذا، الجمهور يريد رواية معينة، يريد يضحك عن فتى في النهاية، يريد سكتشات، والمسرح شيء آخر. سأفرق ما بين ما يعرض في التلفزيون لسكتشات مسرحية وما بين المسرح كفن منفرد. ما يقدم في التلفزيون كسكتشات هي محاولة للترفيه عن الجمهور الموريتاني المتعطش لشيء يخصه، لدراما باللهجة الحسانية تخاطبه فيه النكتة الحسانية أو النكتة الموريتانية لأكون أكثر تعميما، لا هروبا عن هذه الدراما التلفزيونية في العالم العربي التي تابعها أكثر مرة. إذن التلفزيون يحاول أن يوفر جزءا مما يريده المشاهد الموريتاني. لكن هل شاركت هذه الدراما في تقديم الرخيص؟ لا أريد أن أطلق عليه رخيص، يعني الشباب سلك الطريق السهل. هو سهل أكيد، لا أريد أن أطلق عليه رخيص لكنه سهل بالتأكيد. لا ليس من الرخص، الفن الرخيص في النهاية. لا يعني الفن الرخيص، لا يعني الفن الرخيص أكيد أنا فهمت من ناحية الأرخص والأسهل. دونك هو أسهل فعلا، أسهل والأرخص، قد يكون ذلك مبررا لانتشار أنا أكرر لا يعني الرخيص بمعناه الآخر إطلاقا. أنا تقبلت منك هذا شكرا إطلاقا، يعني من ناحية الرخص، من حيث التكاليف، من حيث سهولة. تأكيد. لكن هل جنوا على المسرح؟ هل قطعوا الطريق على الدراما كل هذه المدة؟ لماذا الآن لننتقل إلى ظهور الدراما؟ ظهرت الدراما أيما تكون. طبعا ظهور أي عامل درامي مهما كان في هذه الظروف التي ذكرتم الآن يجب أن نتغاضى عن الكثير من الأمور، نتغاضى عن الأخطاء الفنية، نتغاضى عن الكثير من الأشياء، لأنه هذا هو الشيء المتوفر، هو الوليد البداية ينبغي أن نشجعها. هل تعتقدون فعلا أن هناك أرضية ملائمة الآن؟ والآن أنت لديك تدوينة كتبتها أعتقد تقول فيها بأنك كنت ضد المهرجان أعتقد أو مسابقة موطس، وعندما شاهدت هذه دراما بنت الناس تراجعت عن هذا الموقف، شيء من هذا القبيل في التدوين. صحيح، لا الى حد ما قلت انه في السنه الماضيه كان التلفزيون الوطني الذي نجلس الان في استديوهاته كان يعرض برنامج اسمه موطس. شخصيا لم يكن ابدا يلبي شيئا في داخلي، كنت اعتقد انه ليس برنامجا كوميديا، لم اضحك خلال مشاهدتي، لذلك انتقدته اكثر مره للمخرج، للاشخاص الذين كانوا يعملون فيه. لكن الان لما شاهد التلفزيونات المحليه تقدم نجوم هذا البرنامج في كل طلاته الكوميديه، اعتقد انه على الاقل كان جزءا من نجاح البرنامج الى حد ما، لان في النهايه نحن نبحث عن طاقم، نبحث عن اشخاص، نبحث عن ممثلين، نبحث عن اشخاص لا يخجلون من الكاميرا، يمكن أن يقدموا ما بشعبتهم ببساطة وببديهية ويخاطبون الجمهور الموريتاني. وهذا على الأقل كان هناك 5 أشخاص أو 6 من نجوم برنامج موطس يغذون الآن برامج كوميدية في التلفزيونات المحلية. إذن هنا سأقول مسؤولية التلفزيونات التي تعرض هذه، تعرض الدراما وتعرض العمل المسرحي وتعرض ما يريد القول بأنه مسرح، ما هي مسؤوليتها من حيث استقبال هذا النوع؟ أعتقد يجب أن يكون عندها معايير فنية دقيقة. أنا ستقودني بالحديث إلى بطريقة غير مباشرة عن ما يعرض الآن في التلفزيونات الوطنية، التلفزيون الوطني والتلفزيونات المستقلة. هو إذا تغاضينا عن نحن نريد شيئا موريتانيا، إذا انطلقنا من هذه الفكرة فما يعرض الآن يلبي هذا الغرور، يلبي هذا الطموح، يلبي هذه الحاجة لدى الجمهور الموريتاني لمشاهدة منتج موريتاني خاص. لكن إذا ما أردنا أن يكون هناك فن ناضج فإننا سنحكم بالفشل على كل ما يقدم، سنكون نقطة وسط بين الأمرين. طيب. نحن بحاجة إلى ما يقدم، لكن نريده أن يكون أكثر. الموضوع شيق، أنا متأكد الوقت انتهى. نختم بقصيدة يعني محمد والدوم الشاعر. أكيد. مقطوعة شعرية أو شيء. هذا الشهر الكريم لا يمكن أن أختم إلا بنص مديحي، لذلك سأقرأ نصا عنوانه حبيبي. صلى الله عليه وسلم. ركبت إلى بوح القصيدة خلوتي، وجئت شروق الحب فجرا أزوره، وما الحب للأحباب إلا توله، وقربان تحنان تسنت نذوره، قصيدي وأشواقي رسول محبتي لطاها، لطاها الذي عم المجرة نوره، وطاها الذي مهما تلفظ مقولي، قصيدا ومنذورا سيبدو قصوره.
وطه الذي آنست مني بجلوة نزوعا إلى رياه دان عبيره وطه الذي أوقفت عمري لحبه ويملأني في كل آن حضوره وتأخذني في الحب نشوة صوفي تجلى له قبل التجلي بشيره وكشف يحيل الروح سكرى صبابة بطاها وهذا السكر حلت خموره. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب رسول الله طبعا سجية تلبسني من حيث أدري شعوره، أحب رسول الله ملء حشاشتي غراما أناخت في الخلايا جذوره، أحب رسول الله ملء مشاعري هوى يأسر الألباب إني أسيره، أحب رسول الله نبعا من التقى وجسرا إلى الفردوس يزهو عبوره، أحب رسول الله فيضا من الرؤى ورؤيا من الفيض الموشى حريره صلى الله عليه وسلم. إذا في نهاية هذه الفسحة جزيل الشكر للأستاذ محمد وديدومو، وأمرنا أن نلتقي مرات أخرى، وعودة إلى أستاذنا وزميلنا محمد الأمين والمني.